بتراجع شوي هو الحرب رقم واحد. الحرب بتولد أكيد خسارات وبتولد تراجع معاناة. إنساني، بتولد تراجع فني. وسبب آخر للأسف وده يعني بقوله بحرقة هو الأعمال التركية اللي احنا جبناها لينا، فده برضو أثر علينا شوية علشان هو ما كانش ينفع نعمل كده، ده كان غلط. وأنا حاربت الموضوع ده كتير بس محدش رد للأسف، كله يعني بدأت الدراما التركية تسيطر ويبقى صوت الترجمة أو بالزبط. هو يعني الصوت السوري، يعني الصوت السوري للأسف البعض ساهم في بيع الهوية السورية للأتراك وللأعمال التركية، وأنا ضد هذا الشيء تماما. يعني أنا بحب أني حافظ على هويتي، صوتي وبصمتي. ما كنا مضطرين نجيب الدراما التركية اللي أصلا بتركيا ما كانت ناجحة بهذا المستوى على فكرة. نحن اللي أعطيناها هذا القلق وهذا الإبداع وهذا الانتشار، اديتوها الروح حتى كمان حتى في الصوت وفي الأداء وفي حتى بقلب تركيا صار إلى معنى. بروح